مهاراته ايه، قدراته ايه قبل ما يبتدي يخطط عمليه تقديم العمل. كويس. يعني اظن من حاجه من التوصيات المهمه جدا ان احنا المفروض نعمل تجمع كل الحاجات الموجوده في السوق ونبتدي نناقشها في هيئه واحده. يعني طيب تجميع كل المخرجات او كل الجهود المبذوله في التعليق في التطور في الارشاد والتوجيه ومناقشتها عشان نطلع منها مخرج واحد نتعامل كلنا فيه. توحيد الجهود، توحيد الجهود الجهات العامله في الارشاد والتوجيه. طيب الحته الصغيره اللي عايز اطلع بيها هنحط توقيت نوحد فيه الجهود ده ان احنا نبتدي نعمل ميتنجز بحيث بعد التوقيت ده هنكون خلاص احنا دلوقتي قعدنا مع بعض وعرفنا ايه كل الحاجات الموجوده في السوق. هل نقول شهرين او ثلاثه ولا قد ايه؟ لان محتاج قرار اسمه هبقى انا حضرتك. لا انا مش عايز، انا نوحد الجهود، انا عايز نقعد مع بعض. مش عايز نقعد مع بعض. نقعد مع بعض، احنا نقعد مع بعض ونجمع كل الحاجات شهرين. خلال شهرين هنكون قعدنا جبنا كل المخرجات اللي في السوق. يعني على نهايه يناير الجاي، معلش دي هنحطها حضرتك، على نهايه يناير الجاي هنكون حصل ميتنجز من خلالها هنبتدي جمعنا كل المعطيات الموجوده عندنا في الارشاد والتوجيه لمناقشتها. طيب جمعنا الجهود، هل بعد كده نقدر نطلع منها بحاجه؟ ده سؤال للقوى العامله. انا دايما بقول ان هذا التعليم هو المهم ولكنه المهمل، المطلوب لكنه المرفوض. طب نعمل ايه بقى؟ لازم الاستثناء العادي. يبقى يا وزاره التربيه، وانا قلت كذا مره لكذا وزير، انت وديت كام جهاز كمبيوتر في السنه والتعليم العام؟ وديت كام كمبيوتر في المدارس الصناعيه؟ احنا بنحكي على معامل. عايزين نقول ان انا بقول ان لابد من عوده اخرى لتجهيز المدارس الصناعيه. جميل. بالجديد بما يتواكب مع سوق العمل. according to the labor market needs. ما اروحش اجيب لهم تجهيز مدارس التعليم المزدوج بالتجهيزات التي تناسب سوق العمل الحالي. خلاص خلصنا. انا مش فاهم. لا اكتب منع طلاب التعليم المزدوج من استخدام معامل ورش المدرسه. يعني بعض الاحيان هو يستعمل لي بعض الورش، لكن في عنده معمل نيوماتيك مثلا ولا ماشي. ما هي دي تعتبر مشكله لابد دي مشكله وزاره التعليم، دي مشكله اداره التعليم. يمنعنا التعليم الطلاب يجون يخشوا في هذا المعمل، لا ده بتاع التعليم مش الفني. غير كده كمان في بعض المعامل عشان المدرسين ما بياخدوش فلوس مقفوله، ما بياخدوش الدورات الاساسيه اصلا. يعني بابا الدكتور دي واحد واثنين وناخد دورات دي كلها كانت مخططه وبياخدوها الولاد بصوره مستمره، وكان المدرس بياخد اجر اضافي على حصص اضافيه. المدارس ما بياخدش الاجر الاضافي، قفلوا النعمه بالضبط والمفتاح ما بياخدوهاش في المدرسه. يبقى في بعض الاحيان ده في معظم الاحيان، معظم الاحيان اكتبها حضرتك بقى بوضوح. كانت لها اثر غيره بقى. خلاص باشمهندس انت خلاص بقى دكتور. خلاص انت عشان لابس جاكيته مخططه زي الدكتور فتبقى اللي وراه على طول. اهو اهو اخوك اهو. يلا دكتور يلا بسم الله الرحمن الرحيم. هو انا بالنسبه لنا كمصلحه المجموعه، بس مصلحه الكفاءه الانتاجيه جايز تكون هي مش معروفه لبعض الناس، هي مصلحه الكفاءه الانتاجيه والتدريب المهني. حاولنا نجرب الموضوع التبادلي، وانا بعتقد ان المصلحه ديت فيها بالظبط 52 ما يقرب 250 مركز على مستوى تدريبي كامل بالاحتياجات التدريبيه. يعني انت حضرتك عايز، احنا بنحكي دلوقتي على التعليم المزدوج. اه اللي هو المنظومه القائمه عشان احسنها. فانت بتقول استعمل 52 مركز لمنظومه التعليم المزدوج. انا بقول ان المصلحه هي الجو الملائم. هي الجو الملائم للتعليم التبادلي من الالف للياء، لسبب لانها عندها 52 مركز تدريبي كامل الاحتياجات التدريبيه على مستوى جمهوريه مصر. جميل. وفيها 45 مهنه تخصصيه فنيه. هذه المصلحه وبتخرج من 8 الى 10 طلاب. هذه المصلحه كيف تساعد منظومه، احنا النهارده بنحكي على منظومه التعليم المزدوج الموجوده لدى حكومه مصر في ممثله في وزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني. نصلح دي الاول. هتقدم ايه عشان تصلح دي؟ انا عشان اساعد تجربه، انا بدات اعمل التجربه عندي
رغم ان انا الجو الملائم فيه معوقات فلازم تتشال عشان افضل. ثانيا ليه طلاب التعليم المساوي ولا بتحكي على طلاب؟ لا لا طلاب يا انا لا انا بحكي دلوقتي على طلاب التعليم المساوي. انت ما عندكش التعليم المساوي اللي هم 3 سنين ولا عندك؟ هو عنده ده دول نوع من انواع المستوى. انا بقول لك حتى بشريك ده دول نوع من انواع المستوى. الاول تعليم المساوي طبق في مصر طبق. انا بقول ان اول تعليم فني طبق في مصر ايه بقى؟ يعني انا عم بقول لك انها كشريك شريك ثالث التوصيل بتاعتك. انا بقول دلوقتي ثانيه يا محمد توصيه ايه؟ انا بقول لجنابك دلوقتي احنا المفروض عندنا جو ملائم يبقى انا الضعف اللي موجود عندي انا اكمله عندي. ازاي دي مساله عايز البروتوكول تعاون. يبقى هناك توجه من مصر هنكتبها ونشوف ان الفرصه نفعت. هناك توجه من مصلحه الكفايه الانتاجيه للتعاون مع وزاره التربيه والتعليم للاستفاده وفي بروتوكول بالفعل. في بروتوكول بالفعل دي نقطه هي فين الكتب دي هنا واضحه حلوه جدا. زي ما انا حاجه زي كده ما بقولش ينفع تتطبق ولا لا ممكن ان انا حاجه زي كده. خلينا انا رانيا خلينا نشوف الابلكيشن او اسلوب الابلكيشن في البلان بتاعتنا. يعني احنا هنقعد دلوقتي عشان برضو احنا ما عندناش وقت. احنا عندنا فاضل لنا ساعه واحده خلاص. عايزين نعمل راب اب سريع للكلام ده كله ونحط اكشن بلان لان دلوقتي ده اللي مطلوب في الاخر عشان يتعمل عليه برزنتيشن. اوكي بريك 12 12 لوحده 12 لوحده بريك ده فسحه مش مهتم انت بالبريك قوي. ماشي انت فاضل لك ربع ساعه. ماشي بص طيب لا ده عارف انا قصدي انا بس علشان هستاذنكم انا اصلا عايز امشي الساعه 12 او قبل 12 اكشن. فانا عشان كده عايز اتاكد ان احنا هنراب اب كل حاجه مع بعض خلاص ونحط البلان بالذات بالشكل بس ايه بتاع الريسبونسبيلتيز. خلاص كده خلصنا ونبدا. ما هي دي اللي هنبلاها. هم موزعين على حضراتكم كلكم ليه؟ ما انا مش عارف من واحده بس ورقة زيادة ورقة زيادة مش مشكلة. طب اقول لا هي كويسة ان مع حضراتكم علشان ايه ما نقعدش نرسمها كلنا تاني. طيب في حاجة عايزين نضيفها دلوقتي بالنسبة لايه السوفت سكيلز الكومن اللي هتتاخد واتكلمنا على احنا صغنا الموضوع كله بان احنا بنقول اللي محتاجينه وازاي هيتنفذ صح؟ او ايه توصيات التنفيذ بتاعته مرة واحدة. خلينا ناخد دلوقتي ازاي نقلب الكلام ده واحده واحده كده لمسؤوليات عند جهات مختلفه. احنا اتكلمنا في الكلام ده واحنا قاعدين بس ازاي نقلبها على البلان عشان تبقى هي دي البلان اللي احنا ممكن كلنا نعتمدها كاوتبوت للايه للورك شوب بتاعنا. طيب ناخدهم مرحله مرحله كده. المرحله بتاعت الطلبه انا فاكر انا هطلع من دماغي ونعدي خلاص. ال انا خليني بس معاك كده عشان اشوف بس الايه التايم والريسبونسبيلتيز والريسورسز. بالنسبه للجزئيه او الايريا الاولانيه بتاعت الطلبه حضراتكم شايفين الاسلوب بتاع التنفيذ. احنا قلنا كذا نقطه. قلنا النقطه الاولانيه ان التربيه والتعليم العالي خلاص و البي في تي دي او الجهات اللي بتدي تلمذه صناعيه من اعدادي او ثانوي والجزئيه دي كلها هيبتدوا يدمجوا السوفت سكيلز ديت داخل العمليه التنفيذيه بتاعه الايه التعليم بتاعهم. تمام. انا الدكتور خالد عبد العظيم رئيس المجموعه الخاصه بدراسه التعليم المستمر احد المحاور السبعه لمؤتمر تطوير التعليم الفني لمواكبه تنافسيه الصناعه المصريه. هذا المحور بيتناول ضمن محاور المؤتمر قضيه التعليم المستمر وخاصه ما يتعلق بالتعليم المستمر المؤدي الى سوق العمل والمؤهل للعماله حتى يمكن رفع تنافسيه العماله المصريه وبالتالي رفع تنافسيه الانتاج المصري. احنا اتكلمنا في الجلسة بتاعتنا امبارح عن اهمية التعليم المستمر وضرورة نشر الوعي بضرورة
نشر الوعي الخاص بفكرة التعليم المستمر على مستوى المؤسسات التعليمية ومؤسسات التدريب وبيئة الأعمال وفي المجتمع ككل. وتحدثنا أيضا عن تحديات التمويل للتعليم المستمر، هل يبقى مسؤولية تمويل التعليم المستمر على طالب فرصة العمل أو على الموظف نفسه، أم تبقى على صاحب العمل أم تبقى على الدولة. وخلصنا ضمن توصيات المؤتمر بالأمس على أنه يكون هناك بحث لرؤية تمويل تعاوني أو تمويل تشاركي بين أطراف العملية جماعها. بالأمس صغنا عدة توصيات، أهمها ما ألمحنا إليه بقضية بالنسبة لقضية التمويل وما يتعلق بمسألة التوعية والتعريف ومسألة المواءمة وتوحيد الجهود المختلفة من مختلف الجهات بحيث نحصل على نتائج أفضل، لأن هناك مبادرات تتعلق بالتعليم المستمر لكن لا توجد جهة معينة تجمع هذه المبادرات والأنشطة المتعلقة بالتعليم المستمر في إطار موحد. أيضا ضمن التوصيات اللي توصل إليها المشاركون بالأمس توصية تتعلق بمسألة البيانات سوق العمل، لأنه لو بنتكلم على تأهيل وتعليم مستمر لابد أن يكون مبني على أساس احتياجات سوق العمل، وعشان نقدر نقف على احتياجات سوق العمل محتاجين ليبر ماركت سيرفيز أو مسوحات لسوق العمل نقدر نحدد بيها الاحتياجات التدريبية على مستوى المنشآت وعلى مستوى القطاعات وعلى مستوى سوق العمل بشكل عام. المفترض النهاردة في اليوم الثاني للمؤتمر أن احنا نقرأ على المشاركين الصياغة اللي انتهت إليها التوصيات بالأمس، نعيد مناقشتها مرة أخرى، ثم بعد ذلك نضع إطار تنفيذي حتى يمكن بناء خطة عمل موحدة لتحويل التوصيات إلى مشروعات تنفيذية في المستقبل. وبنتمنى أنه النهاردة يخرج بشكل مثمر زي الأمس، ونتمنى المؤتمر كل توفيق إن شاء الله. المهندس أشرف كمال عبد العزيز، أنا مدير الشراكة المحلية لمشروع إصلاح التعليم الفني 6 أكتوبر، وإحنا اللينك ما بين الصناعة والتعليم الفني. احنا مشاركين النهاردة في مؤتمر الأول للتعليم والتدريب المهني في ورشة نظم التعليم والابتكار، وبنناقش في الورشة ديت النظم المختلفة علشان ننمي الابتكار في طلاب في المدارس، وتنمية الابتكار للطلاب في المدارس دوت له نقط كتيرة جدا ناقشناها في الورشة. عشان ننمي الطالب لازم نطور المناهج، لازم ننمي المعلم اللي بيدرس للطالب، لازم نزود إمكانيات المدارس، وفي نقط كتيرة جدا ناقشناها في الورشة ديت، وإن شاء الله هنعرضها على جميع الحضور في الورشة المقبلة إن شاء الله في المؤتمر. وكل الورش اللي اشتركت هتعرض النتائج اللي هم توصلوا ليها، بحيث ان الحاجات دي ان شاء الله نحاول نطبقها على نظام التعليم الفني، وهنعمل متابعة ليها لمدة سنة بحيث ان احنا نتأكد ان الحاجات دي كلها اتطبقت، وده ان شاء الله هيؤدي لتطوير الصناعة المصرية والارتقاء بالمنتج المصري والارتقاء بالعامل المصري، وربنا يعني يتممها ان شاء الله على خير، ونقدر نوصل لتوصيات مهمة في المؤتمر ده ان شاء الله. مهندس سامي جيدة، رئيس قسم الكهرباء العلمي بالمدرسة الفنية المتقدمة بالزقازيق، ومنتدب لقطاع التعليم الفني. الحقيقة المؤتمر هو صحيح يومين، ولكن خرجنا منه بتوصيات جميلة جدا. هذه التوصيات بإذن الله لما تخرج للنور التعليم الفني بإذن الله هيتغير بزاوية 180 درجة، على أساس أن المؤتمر في مجموعة من رجال الصناعة ورجال البحث العلمي ورجال المناهج وطرق التدريس، وطبعا بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من قطاع التعليم الفني، وطبعا كان على رأسهم الأستاذ الدكتور المهندس محمد يوسف نائب الوزير للتربية والتعليم. وإن شاء الله بإذن الله كتبنا مجموعة توصيات، وطبعا مجموعة اللي أنا كنت مشارك فيها كراجل مسؤول عن الإبداع والابتكار، كان الإبداع والابتكار هي الموضوع بتاعنا النهاردة إن شاء الله. خالد عبد المرضي الأشهب، خبير مادة تربية نحل بمكتب مستشار التعليم الزراعي قطاع التعليم الفني. احنا في المؤتمر ده أنا شغال مع مجموعة أو فرقة عمل الجودة، جودة التعليم الفني. المجموعة ديت مسؤولة عن إعداد توصيات في المؤتمر
التوصيات ديت ان شاء الله ازاي نوصل بالتعليم الفني لتعليم فني عالي الجودة يتفق مع معايير الجودة العالمية وخصوصا معايير الجودة المواصفة العالمية ISO 29999. وان شاء الله بإذن الله في نهاية اليوم النهاردة ان شاء الله في اليوم الثاني للمؤتمر هنوصل التوصيات اللي احنا ممكن بيها ان شاء الله نحقق المعايير بتاعة الجودة ديت والإطار الزمني لتنفيذ هذه المواصفة.